جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على اهتمام الدولة بقطاع التعليم والسعي المستمر لدعم وتعزيز دور مختلف مكونات المنظومة التعليمية. وخلال تفقده مدرسة أمجاد للتعليم الأساسي التابعة لإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة، أشار رئيس الوزراء إلى حرصه على القيام بالعديد من الزيارات الميدانية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك للتأكد من تطبيق ما تم اتخاذه من إجراءات على أرض الواقع تتعلق بالتعاون مع زيادة في حجم الكثافات الطلابية بالفصول، وكذلك ما يتعلق بسد العجز في أعداد المعلمين. وأكد مدبولي استمرار الجهود الخاصة بالتعامل مع مثل هذه المشكلات تحسينا لمستوى الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع المهم، وبما يسهم في تمكين الطلاب من الحصول على فرصة تعليمية تعظم من مخرجات التعليم.